التي يكون فيها الأب مهملا ويكون مكسورا ومعدما، بعد ما كان العمود والسند وكان الحاضن والمعين والدفء والشمس والسكنة والسكينة، سحقا وألف سحقا وعار كل العار لأولاك الأولاد الذين يرون شيبة أبيهم فلا يدارونها ويرون دمعته فلا يمسحونها، جفت الدموع وانقطر القلب وانحنى الظهر لينعموا بحياة كريمة، فما كان هنالك أي رد للجميل بل كان هنالك النكران والأذى والظلم. حزني على الأبناء بقدر حزني على الآباء، لأني والله أرى مستقبلهم وعاقبتهم وأي عاقبة وخزي ينتظرهم في الدنيا قبل الآخرة، فالعقاب من جنس العمل. تعبت لهم سهرت لهم جبت عمري مدلل لهم قلت أطفال داريهم من أكبر يعينوني بس أمنيتي ما صارت كبرى وهم طردوني، نسوا ذيك المحنة وذيك المدارات خلوني وحيد بين الأولايا، نسوا التابي انكسار قلبي أنا شمسوي